بعد 2011، بعد يعني من بعد ثورة يناير، اللي أنا مش بحملها أي حاجة، أنا ماليش دعوة باللي حصل. تقصد الوقت الزمني؟ أنا بقصد الزمن، وبقصد الواقع اللي عشناه في 2012 و2013. البلد كانت في حالة من الفوضى كبيرة جداً، عربيتي اتسرقت أكتر من مرة. الأمر اللي خلاني يعني ما بقتش قادر أواجه الدنيا كان مقتل أخويا الله يرحمه حمدي. الله يرحمه. حمدي اتقتل، وكانت حادثة بشعة جداً، كان تقريباً يعني ما يقارب 13 طعنة. سرقة ولا؟ وأخويا الصغير، نعم؟ اتقتل حادثة سرقة؟ كان خناقة، كانت مشاجرة بينه وبين واحد. فأخويا الصغير حسيت إنه البلد ما يعني حسيت إنه مصر ما بقتش بتاعتي، يعني ما بقتش حاسس بالانتماء اللي كنت عايشه وحاسه قبل كده. ساعتها كان الحل إن أنا أروح شرم الشيخ، اشتريت هناك شاليه. طبعًا فقدان التوازن بدأ يزيد، يعني بدأت تبعد عن كل الحاجات اللي أنت مرتبط بيها وبتحبها وبتحبك. بدأت تتعرف على ناس في شرم الشيخ، مجتمع خدي بالك إن شرم الشيخ مجتمع كله متكون، يعني مش مجتمع أصيل زي المجتمعات اللي احنا متربين فيها. أنت حواليكي جيران وحواليكي، لا كلها ناس بتأجر وبترجع وناس بتشتغل، كل واحد وكل واحد ممكن يوصل لك إن هو رئيس وزراء، بس هو مش يعني عارفة، كل واحد بيدي الانطباع اللي هو عايز يوصله للناس اللي حواليه. اتكون حواليا مجموعة من الأشخاص، مع طبعا ان انا دخلت في دوامه الكحول والشرب وما يستتبعه الكحول، لان الكحول بدايه لاي مفسده يعني، ودي حاجه لازم رسائل يعني بقى للشباب. دي رساله لازم اوصلها، انه ما حدش يقول لي اصل انا هشرب شويه بيره، اصل انا هشرب، لا بتفتح معاك بيكر. انت عايز تجرب حاجات كتير. مع الاكتئاب، مع الانفصال اللي حصل بسبب زي ما قلت لك عدم توازن، انت ما بقتش انفصال زوجي، انفصال بحياتي الزوجيه. أم ابني، وهي طلبت الخلع وهي كان عندها حق، يعني أنا ما بحملهاش أي، يعني مش زعلان منها خالص. هي قررت إنه في الوقت دوت على الأقل تنقذ آدم ابني، إنه يمكن أحمد خلاص ما بقاش قادر إنه يستوعب أو يبقى مسؤول عن تصرفاته. كل ده بذرته أو البداية موت أخوك الله يرحمه، كان قتل أخويا الله يرحمه. انجرفت للأصدقاء السوء. بدأت الحكاية تزيد لحد 2013، كانت بانه يعني مصر بقى بترجع بقى ومصر بتظبط، يعني الدنيا كلها بتظبط طبعا. لا بس انا قبل يعني 2013 كنت حكم عليا، يعني انا 2012 حصلت لي الحادثه اللي هي في شرم الشيخ برضو.